السلام عليكم. فيه جديد فيما يخص مشروع نتاع طريق السيار اللي يربط مدينة جيجل بمدينة سطيف على مستوى بلدية العلمة. كذلك هذا المشروع يربط ميناء جنجن والمنطقة الصناعية نتاع بلارة بولاية سطيف. إذن يدخل في إطار المشروع الطموح الكبير، يعني اللي يربط كل الموانئ الجزائرية من الشرق إلى الغرب، يربطها بطريق السيار شرق غرب. والمشروع هذا كما نعلم هو راح متوقف بسبب الجزء بتاع المشروع اللي كان فيه شراكة مع شركة حداد. إذن تقرر فسق العقد مع حداد، شركة حداد، وإعطاء المشروع دوغري أغري إلى شركة تركية، شركة مابا التركية. وفي الأصل يعني في الأساس في الأول المشروع كان عندما انطلق بقيمة 1.6 مليار أورو، القيمة يعني الأولية نتاع المشروع. وكان هذا المشروع بالتوازي ما بين شركة إيطالية ومن الجانب الإيطالي و كونسورسيوم بين شركة حداد وشركة لاسابتا الجزائرية، إذن مع الشريك الإيطالي. لكن بسبب الأزمة يعني الأخلاقية نتاع شركة حداد، تم يعني تعطيل المشروع هذا لمدة 3 سنوات. والآن هذه السنة تم يعني قرار إعطاء يعني إن رالونج بيجيتير، إضافة مالية، غلاف مالي تخصص غلاف مالي نتاع 200 مليون أورو لإتمام المشروع وإعطاء يعني الجزء اللي كانت مخصص لشركة حداد، إعطائه للشركة التركية اللي تتكفل بالمشروع. وإن شاء الله هذه الإجراءات الجديدة هذه سوف تعطي نفس جديد لهذا المشروع الهام جدا. وهذا المشروع هو موازي لمشروع السيار اللي يربط ميناء بجاية ومدينة بجاية والمنطقة يعني الصناعية والبترولية نتاع بجاية، يربطها بولاية البويرة على مستوى الجباحية. وهو موازي كذلك لطريق آخر يربط مدينة تيزي وزو بطريق السيار شرق غرب على مستوى البويرة كذلك. وفيه طرق أخرى كما قلنا لا يسع الوقت لذكرها كلها. فيه ميناء سكيكدا، مشروع يربط ميناء سكيكدا، مشروع يربط ميناء الغزوات كذلك بطريق السيار، فيه مشروع يربط ميناء تنس بطريق السيار. فيه مشاريع كثيرة لحتى تربط كل هذه الموانئ الواقعة على الساحل. إذن كل هذه المشاريع سوف تربط الموانئ الشمالية بطريق سيار شرق غرب. نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.